عادي. انتوا قاعدين قد ايه بقى؟ احنا ماشيين بكره. لا كلكم؟ واحنا انا نفسي اعمل لك الاكل كله ان شاء الله. كله ان شاء الله. بس شخصية حلوة. مين هادي؟ لذيذ والله بجد. لذيذ بحس ان هو شخصية لذيذة حتى لما يجي يعاقب يعني اي حاجة انتقاد او حاجة. تحب كده تسمعيه تتحكي كده. بعد ما بلش يتساءل بعده منيح وموضوع يعني تسأل يقول عنه بيخوف ولا شو. انا لذيذ لذيذ بصراحة كتير لذيذ. يا انت خليك قاعدة معانا لحد ما يجي. Which is good. ايوه تحب لذيذ ومنيح ومنيح يلا بعد مرة مش هيفرق معاه. لا هو مفيش ما بيفرقش بتهيألي مع حد. ما بتهيأليش لو انت قاعدة مش لا 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 which is good. يوم لك ويوم عليك. يلا 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 يا موسى معنا حاجة. والله محمد يلا يلا والله يعني ماما يمكن صوتها حلو. ما بتغنيش؟ لا مش قوي. لا انا صوتي مش قوي. حق شو احلى وبعدين. افضل اغنيه حافظه اطلعكم الاكاديميه وسيبوني انا هوجني. صوتي كتير هتغطى علينا. انا عارف اليوم ايه تاخد اللقب؟ هقول ايه حافظه اغنيه الورده بتاعت مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي بالاشواق انا مالي مالي وانا مالي بالاحزان انا مالي عايشة في أحلى ليالي ويا حبيبي الغالي وبحبك أوي عيوني وبحبك مهما لموني ما يلومهم. طب وأنا مالي طب وأنا مالي وأنا مالي وأنا مالي مالي. الله جربت ترنمها جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشتيل منشيتش في ضواحيها طيب ما نفرتش فيها ولا الصورة قربنا تاني تعشق تتخوي دور جواك تلقاني يا الصحبة ويا الأهل عشرة بلدي بتبقاني نسيان تعالى المص وكل مرة أشوفها فيها ببقى نفسي أرجع أجيلك أقول لك إنك كلك على بعضك عندي في الحياة يا بيتو كل اللي Yeah.
بسرعة. نسيم حبيبي رافائيل رافائيل هيغسل النهارده زي ما انت عايز. هايدي معلقه بليز. الله بتاعتي بس حلو. هايدي معلقه. انت مش عم يسمع. لازم فلاحة. لا أنيس صغير ده أنيس. ما بيأكل حر. بيأكل ده. إيهاب لو عايز تأكل بقى من. الله أنا هكمل صحن. الله. بس عندي وحاسس إني هكمل. لكن يومش بقى عصير خلاص تمرق مدرسة. كده عسل. يعني ما تغيرش من نفسك. من نفسك. أنت حلو قوي قوي بشخصيتك دي يعني المرح وال. والهرقة. بجد يعني تعالى لو غير مش هيبقى هو. بجد شخصية حلوة جدا. هو ماسكه بيقع. الله والله كيف 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 عيط 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 يعني هم كلهم في نفس بس بقول لك عادل امام لبنان طبعا يعني ده انت كلام ايه بعرف كتير ياخد خاطرك كلام انت عادل امام يا عم لا احنا ما لنا والله نكون عادل هايدي بقى ايه الليدي يعني الهدوء وال رازانة. المتوازنة سموها آه لا متوازنة هادية وبعدين على طول ابتسامة حلوة حلو قوي نسيم بقى يعني مش عارفة اقول لك ايه قلت لك فاكهة الأكاديمية جيت قلت لهم اكلتها ذنب ايه كلمة حلوة حاولت لها كلمة وانا قدمت اعتذار بس لا والله نسيم رغم صغر سنه بس صوته حلو صوته جميل يعني صدق وقفين معانا كده بمشي الحال انيس برضو بيعجبني الستايل بتاعك ستايل يعني الاغاني بالطبلوهات بالاستعراضات يعني مشي معاك لايق عليك كل واحد بيشوفه هو بجد لايق عليك حبيبي كنت برضو يا عمي كله يعني بامانه استعراضاتك مع راسك خطيره انا بعد اقول بتالي انت لو خرجتي يا خساره من اي حد ما يتمنكيش بجد والله جميله 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 كلمات مروان مروان صوت جبلي تحفه خليلي اياك بجد يعني بحس كده بلبنان وانت بتغني بحس بلبنان صوته طرب كده وفي حنيه صوته حلو واحساسه حلو اما بيجي يغني تحس ان هو بيغني فعلا احساس حلو هو بصوته هو فرحان هو مرتاح بالنسبه لبيسو وبعدين ابتسامه على طول في وشه جميله محمد عبد الله مجموعه يا جماعه لا والله مش عشان ابني يعني هو محمد يستاهل ياخد لقب لا هو محمد برضو صوته في حنية في إحساس حلو وطرب حلو مش هو مش عشان ابني بأمانة
وبقولها بامانه بامانه لا يعني تسمع صوت محمد تحس فعلا بشجن تحب تحس كده يعني احساسه في الاغنيه بيطلع احساسه في الاغنيه وشخصيته تعبيره في الاغنيه باحساسه حلوه شخصيته ميرسي وربنا يوفقكم كلكم ان شاء الله باذن الله.